Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim derslerine devam ediyoruz inşallah. Üçüncü sayfayı parça parça bir şekilde bitirmiştik. Ve bugün bir bütün olarak baştan sonuna kadar okuyacağız inşallah. Haydi gelin dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Meselühüm ke meselillezisteve kadenera. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله حيض. بالكافرين يكاد البرق يخضف إبصارهم كلما إضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم Arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizin anlamanız için yavaş yavaş okumaya gayret ettim. İnşallah dersimiz faydalı olmuştur. Yeni dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.